المطر كان زائراً غير متوقع على سجادة الأوسكار هذا العام، لكنه لم يفسد الأجواء للضيوف الآخرين. فالمشهد هنا في لوس أنجلوس لم يخذل أنظار الملايين التي اتجهت إليه، واحتوى على 100% من البهجة والتألق المعتادين في حفل الجوائز السينمائية الأشهر في العالم. نجوم ونجمات هوليوود ارتدوا أزياء قضوا أشهر في اختيارها، مانحين مواقع المشاهير مواد غنية لتكوين لائحات الأكثر أناقة التي ستصبح مرجعاً لمحبي الموضة لعام كامل لحين عودة أوسكار مرة أخرى. هذا العام لم يكن تخمين الفائزين سهلاً، حيث اختلفت توقعات النقاد والمشاهدين في رهانات اعتمدت على الأذواق. إذا تمتع الناس بالفيلم فإن ذلك ممتاز جداً، وإذا لم تكن من محبي الفيلم فقد فعلنا قصار جهدنا. قد لا أكون متواضعاً جداً، لكن أعتقد أن فيلمنا كان فيه مزيج مذهل من العناصر، من قصة حب كبيرة إلى ولادة الكون، وقد سعدنا بأن الفيلم قد احتضن بهذه الطريقة. كل فيلم لديه شيء مميز. داخل مسرح دولبي بدأت أصوات المقدمين بإعلان أسماء الفائزين. جائزة الجوائز الفيلم الأفضل لعام 2014 أحرزها بيردمان، الذي تدور أحداثه حول نجم سينما سابق يحاول إنعاش مسيرته الفنية. كما فاز مخرج الفيلم أليخاندرو إيناريتو بجائزة أفضل مخرج. أفضل ممثل وممثلة إيدي ريدمين، الذي جسد دور عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ في The Theory of Everything، وجوليان مور عن ستيل أليس. أفضل ممثل بدور مساعد جي كي سيمونز عن فيلم ويبلاش، الذي يمثل فيه دور مدرب درامز بارع لكنه يعاني من مشكلات نفسية. في الفئة نفسها للنساء فازت باتريشا أركيت عن فيلم بويهود، لعبت فيه دور امرأة تربي أطفالها لوحدها، وقد صور الفيلم على مدى 12 عاماً. بيج هيرو 6 كان الفيلم الفائز عن فئة الرسوم المتحركة، في حين انتزع فيلم إيدا البولندي جائزة أفضل فيلم أجنبي. أسماء متعت المشاهدين حول العالم على مدى عام كامل، وهي الآن ستقترن باسم الجوائز التي أحرزتها إلى الأبد.